كان لوشيان ومراته السنة معهم سلاحين فيهم قوة قديمة، قوة تقدر انها تقتل اطياف والموتى الاحياء الانديد. استعملوا اسلحتهم عشان يقضوا على الكائنات دي اللي ابتدت تظهر في الرونتيرا. كان الثنائي ده بيشكل قوة رهيبة بانهم يفضلوا مع بعض، كان من السهل ليهم انهم يقضوا على الارواح دي ويرسلهم الى مثواهم الاخير. لكن كل اللي شافوه من الرعب ما كانش يجي ربع اللي كان موجود في الشادو ايلز. لما بدأت الاطياف في الظهور في الرونتيرا بس استطاعوا انهم يقضوا عليهم كلهم لحد ما قبلوا تريش العظيم الملقب بجامع الارواح. كان ثريش بيعتبر من اقوى كائنات الشادو ايلز، مش كده وبس، ده كان بيعتبر الاكثر مكرا وشرا ودهاء بين كل الكائنات. خدع ثريش مرات لوشيان وقدر انه يحصد روحها وحبسها في المصباح الخاص بيه. لوشيان لقى جسم مراته سنة مرمي على الارض من غير روح، عرف ساعتها ان ثريش قدر انه يخدعها وياخد روحها. She was everything to me. But they took her. And with her, they took my kindness and my mercy. That was their mistake. Because now, all I've got left is a cold heart. They thrive on doubt. They feast on fear. These wretched abominations blight this world. And every last one of them will perish by my hand. مسك لوشيان سلاح سنة وعاهد نفسه انه في يوم من الايام هيجلب السلام لروحها. افتكر ثريش وقتها انه قدر يقتل لوشيان لما اخد روح مراته سنة، لكنه ما كانش يعرف انه خلق اكبر عدو للشادو ايلز. You took the better half of me, Thresh. What you left is a dangerous enemy.